أولى اجتماعات ولي ولاية وادي فيرس جنرال نغوتيه فرانسوا تاتيكو بعد تعيينه على رأس الولاية كانت مع رجال الدين بالمنطقة، وذلك نسبة للدور الكبير الذي يلعبه رجال الدين والمتمثل في الإرشاد إلى عمل الخير والالتزام مسيرة الإصلاح الوطني والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية. والي ولاية وادي فيرس جنرال نغوتيه فرانسوا تاتيكو حث رجال الدين إلى الاستقلال الأمثل للمنابر الدينية من أجل نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين السكان. أنتو ناس هذا الدين كان شاو كما يسموكو ما يبقى يسموكو على إن إيمان يخير إيمانا عشان آثه يجي، وكلام الإمام قال واللجنة قالوا فدان كان نادم إن الإيمان وكان يعني يتابع الدين ده، بس ما كلام ده ده يا أمشون هنال الدين كله كان المسيحيين كلها زيدة. رجال الدين بدورهم أكدوا وقوفهم ودعمهم الدائم خلف القيادة الرشيدة لحكومة الفترة الانتقالية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو. وقد اختتم الاجتماع برفع الأيدي للتضرع إلى الله لحفظ وسلامة البلاد والمواطنين وممتلكاتهم.